جاء الصباح وغنى وقلت للقلب تمنى، قال لست اليوم أرجو غير عفو ثم جنى. أعطاكم الله ما تمنيتم، وأجابكم بما دعيتم، ورزقكم ما رجوتم، وغفر لكم ولوالديكم. أسأل الرحمن خالق الإنسان منزل القرآن الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل لي ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب. أسعد الله صباحكم.